هو حكم قضائي يمثل من وجهة نظر الكثيرين ضربة موجعة لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت قبل أقل من 3 أشهر على رأس الحكم في مصر، ضربة تتزامن مع الضربات الأمنية وحملة الاعتقالات المستمرة ضد كوادر الجماعة. الحكم الصادر من محكمة عبدين للأمور المستعجلة يحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها أو تتلقى منها دعما ماليا على الأراضي المصرية. حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، ده من فوق الحكم. تاريخ حضرتك ايه على الحكم ده؟ حكم، أنا قلت لك الحكم ده هم دول قضاة مصر. إحنا لما كنا بنتعرض للخطر كان دائما القضاء المصري بيحمينا، النهارده القضاء المصري بيحمينا من الإرهاب. أنصار جماعة الإخوان المسلمين رأوا أن الحكم يشوبه عوار قانوني، نظرا لأن المختص بنظر تلك القضية هو القضاء الإداري حسب تفسيرهم، وأن هذا الحكم حكما سياسيا يأتي في إطار هجمة الدولة على الجماعة منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي عن السلطة في تموز يوليو الماضي. بداية لخطوات أخرى تتبعها، وهي حل الجناح السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، وكذلك متابعة كافة الجمعيات التي تتلقى تبرعات أو هبات ويعمل بها أو يكون حتى في أعضائها وليس مجلس إدارتها أعضاء من جماعة الإخوان، وبالتالي تكتمل صورة الإقصاء بأنهم محرمون سياسيا. وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان المسلمون الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، وقد أمر القضاء بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نصب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية. قرار المحكمة يعود مرة أخرى جماعة الإخوان المسلمين إلى سابق عهدها بوصفها جماعة غير محظورة، قرار بالتأكيد سيكون له تأثير سياسي على الجماعة، لكنه كما يرى مراقبون لن يكون له تأثير على تكوين الجماعة، نظرا لأن الجماعة طالما عملت بعيدا عن أي وعاء قانوني. من أمام محكمة عبدين، محمد عبد الله، الحرة، القاهرة.